هل دفعت ثريا عاصي ثمن وقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية؟ يعني الحياة بالنسبة لنا هي وقفة عز، فبالنهاية مش عمليات حساب خسارة وربح بهذا الموضوع. كلنا وعم نقدم أقل التضحيات يعني قدام أرواح الشهداء والمقاومين يعني ما هي شيء، وقدام الناس اللي تهجرت من بلادها واللي ما بعتقد أنه يعني فينا نسميها تضحيات. كلمة بتوجهيها للإعلاميين العرب يلي التزموا السكوت بيلي عم بيصير بغزة؟ يعني أقل كلمة بس أنه يصحى ضميرهم، يصحى ضميرهم مش بس باللي صاير بغزة، باللي صاير منذ النكبة إلى حد اليوم، اللي يصحى ضميرهم بكل حروب ببلادنا، يعني أنه يرجعوا يتربوا من جديد، يرجعوا للكتاب التربية المدنية والأخلاق والوطنية. برأيك ليش في خذلان عربي كبير بهالموضوع ومين السبب؟ الخذلان هو من البداية، يعني من بداية النكبة هناك خذلان وفي تآمر وتواطؤ، ونحن بأكثر من مجال يعني صرنا نتهم، لذلك أنا قلت أنا أتهم، منتهمهم بالتواطؤ والتآمر لتصفية القضية الفلسطينية وفلسطين منذ وعد بلفور والعرب متواطئين، هيدي الأنظمة النظام العربي بشكل عام يعني متواطئ على فلسطين وعلى بلادنا كلها، يعني على أوطاننا، وشفنا شو الدمار اللي حاصل، يعني فلسطين لم تعد وحدة بهذا الموضوع، عندك فلسطين، عندك ليبيا، عندك اليمن، عندك سوريا، عندك كل بلادنا صارت محتلة. شو ممكن يصير لقدام وشو تطورات الوضع ووضع الحرب؟ يعني نحن باعتبار أنه البلد الأول اللي قدر ينتصر على المستعمر وقدرنا نطرد المستعمرين من بلادنا، فعنا أمل كبير بما أنه شهدنا هذا التحرير بلبنان من بيروت، وباعتبار انه انطلاقة المقاومة اللبنانية كانت الشهر الماضي، فعنا امل كبير بانه تتغير، مثل ما هني بيحكونا عن شرق اوسط جديد، نحن بنقول لهم لا، هذا المشرق العربي، هيدي سوريا كلها بلاد سورية، فبالتالي يعني عنا امل كبير بالمستقبل. هذا الطفل اللي بيقوم كل مرة بفلسطين، أولاد السيد المسيح، هن اللي رح يرجعوا يرسموا خريطة المنطقة كلها.